السلام بركاته خاوتي، كما كنتم تشوفوا هذه اللعبة تبانكم عادية، ولكن هذه لعبة لربح عملة وان فلير. كما تلاحظون هنايا، لو نضغط هنا هكذا كما تلاحظوا نضغط هنا هكذا كما تلاحظوا ربحنا العملة، زين ربحنا كما تلاحظوا. هذه العملة كنت تشوف فيها هي لعملة فلير. هذه العملة سوف ندخل الموقع، كما تلاحظوا هذا موقع معروف غني عن التعريف، يوميا تربح زيت كاش ماتيك وفلير وان فلير FLR. كما تلاحظوا هنا عندي 1121 قطعة، هذه تطلع ستيك يعني تجميد العملة، وعندي يعني فايدة عليها. وهنا العملة اللي راني نربح فيها يوميا من هذا التطبيق، هذه اللعبة. اللعبة موجودة هنا كما تلاحظوا، ننزل أسفل. هذه هي، تحب تلعب على الموقع ولا تحب تقوم بتحميلها، ولكن تدخل بنفس الإيميل الذي سجلت به على الموقع. نرجع اللعبة تاعنا، أولا ندخل هنا نشوف شحال عندنا قطع هنا باش تأكدوا بلي القطعة توجه مباشرة إلى هنا. عندي هنا كما تشاهدوا عندي 107.75. نرجع للعبة تاعنا، نضغط لهنايا، نرجع لهنايا، نديرو إعادة تحميل. كما تلاحظوا عليك كانت عندي 107 قطع، الآن عندي 108 قطع. أروح على كوين ماركت كلاب نشوف العملة هذه شحال تدير. نكتبو 1 FL، هذه هي كما تلاحظوا السعر تاعها هذا هو، العقد تاعها هنا. نسخ العقد، عقد أروح على تريس والت أو ميتا ماسك كما تحب، نضيف العقد هنا هكذا، بوليغون هذه هي على بوليغون كما تشاهدوا، هذا هو السعر تاعها. مش راح يدير 0.3 أصفار، وهنا نفس الشيء 0.3 أصفار. انا مازال ما سحبتش منها، يعني سحبت على الميتا ماسك، نوريكم الدليل بلي سحبت من قبل على الميتا ماسك، سحبت العملة هذه من قبل، ولكن ندمت سحبتها، كان طايحة في السوق كون خليتها وكان عندي. اروح على انا نضغط لهنايا، هاو سهلة بوليغوماتيك كيما تلاحظ، نضغط لهنايا، نضغط لهنا هيستوريك هنا هكذا، هاي السحوبة تاعي، أو سهلة كما تلاحظوا هذه هي شحال سحبت، كمية كبيرة جدا. لو تركت العملة وما بعتهاش كراني الآن، مثلا لو كان ديروا العدد هذا شحال، كوبي هكذا، نروحوا لهنايا يعني باش نشوفوا شحال تساوي، شحال يعني ضيعت الفرصة هذه. لأن قلت لكم بعض الأحيان
نلقاو عملة ونتسرعوا باش نبيعوها، ولكن نندموا لأن العملة تزيد مع الوقت وعلينا نخسروا. احنا نظنوا أننا رانا ربحنا ولكن العكس. نحو هذا الفواصل ما تحبش تبين. المهم عدد كبير ضيعته، يعني ننصحكم تشاركوا على هذا الموقع أولا، تسجلوا عليه. طريقة التسجيل عليه سهلة، سوف أضع لكم الفيديو التسجيل موجود على القناة، ونحط لكم رابط اللعبة هذه، أو سوف تجدونه هنا، تنزل أسفل بعدما تسجل، تنزل أسفل هنا تجد اللعبة، تقوم بتحميلها أو تلعبها على الموقع مباشرة. إذا ضغطنا على هنا هكذا مثلا، نضغط لهنايا، أنا تحب تلعبها مباشرة من التطبيق من الموقع نفسه أو تحملها. عندما تدخل تسجل بالإيميل اللي سجلت به على الموقع. كان هذا الشرح خاوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.